ألا تريد أن تتناول الطعام؟ لماذا يحظى أسامة باهتمام سير القوم؟ لأنه حفيده. وأنا حفيد من؟ أبي قتل قبل ولادتي، فمن هو جدي؟ جدك مات قبل أبيك بسنين كثيرة. وجدتي؟ ماتت قبل جدك أيضا. ولم يبقى إلا أنا وأنت؟ ما الذي تريد أن تقوله أيها الهيثم؟ رشد يوما. بلى، هناك ما تريد قوله. هل تعرفين بأن أسامة لا يتفوق علي إلا بكثرة أهله؟ أهل القبيلة كلهم يعرفون أني أحبك يا هديل، فلا أظن أحدا آخر سيقدم على خطبتك، لهذا أنصحك أن تقبلي بي، وإلا عشت عمرك عانسا. اقترب يا عمر، اقترب لأهمس لك بكلام لا يبارح رأسك. هل أنت خائف مما سأقوله لك؟ ها أنت تتكلمين، فلماذا تريدين الهمس؟ لأن الهمس أوقع يا عمر. اقترب. اسمعي، مجزرة حقيقية. كان عدد فرسان الأشعث أقل منا بكثير، ولو طلبنا منهم الاستسلام لفعلوا دون تردد، لكن أوامر شقيف كانت واضحة. داهموا لتقتلوا. أزلت أرى عصبيا يحاول الهروب من أمام خيولنا، وصبيا آخر يحاول جاهدا إنقاذها. لا أدري ولا أذكر إن مات الصبي الآخر، لكنني شهدت موت الصبي المعاق. في تلك اللحظة صرخ الأشعث، حمل سيفه وتوجه إلى شقيف. كم رجلاً وامرأة قتلت في تلك المعركة يا كاي؟ لم أقتل أعزلاً أيها الكاسر، لم أقتل أعزلاً. في بداية المعركة قتلت فارسين فقط، وعندما رأيت الأشعث يموت وهو يحتضن الصبي المعاق ضاق صدري واحتبست أنفاسي، نفر الدم من أنفي. عدت إلى الوراء ولم أعد أقاتل. هل كان الولد المعاق ولد الأشعث؟ لا أظن، فالأشعث عجوز لكي يكون له ولد في مثل سنه. ربما كان حفيدا له. الأشعث له ولد اسمه ضرار، سحق شقيف وجهه بدبوسه. لقد خضت في حياتي ألف معركة وأكثر أيها الكاسر، لكن لهذه المعركة وقع خاص في نفسي. تحس بالندم يا كاي؟ ربما بالعار أيها الكاسر، بالعار وليس بالندم. لقد أصبحنا جزارين بحجة السطو والإغارة. خالد على حق وسلافة على حق، لقد تمادينا كثيرا. أن نقتل دفاعا عن النفس أمر مشروع أيها الكاسر، أمر مشروع، ولكن أن نقتل
بمجرد قدرة على القتل. أي حيرة تتقاذفني، أي حيرة أيها الكاسر. لقد غيرتك تلك الرحلة كثيرا يا أكاي. ربما هو الصبي المعاق. لا أدري، ولكن هناك شيء ما في داخلي يأخذني بقسوة. أنت أيضا تغيرت أيها الكاسر، أنت أيضا تغيرت. سمرودة أخبرتني بهذا. أنا أشد حيرة منك. ولدك عمرو تجاوز حده، إنه يعترض طريقي أينما رآني، وقد حذرته من أنني سأخبر أبي لكنه لم يرتدع، ولهذا سأخبره الآن. لا تفعلي يا ابنتي. إياك يا هديل، تعرفين أن أباك سريع الغضب ولن يكتفي بعقاب عمرو. سيتحول الأمر إلى عداء بيني وبين أبيك يا هديل. إذن فلا أريد أن أراه في طريقي أبدا. أعدك أن تنغرس عيناه في الأرض وأنت تمرين بجانبه. إلى أين؟ سأقتله، لقد أخبرته أن يبتعد عنها وينسى أمرها. ولدك ما زال صغيرا ولا يستطيع السيطرة على عواطفه يا أبا عمرو. سأجعله يسيطر عليها بقتله. إنه يقوم بمقام به ثابت من قبل، ولا أريد أن أعيش في القبيلة وأنا أحمل عاره. دع عمرا لي، أنا أتكفل بتأديبه. بل أنا من سيفعل. يربط بالقيد إلا الحصان. لو كان عون طليقا هل كنت تجرؤ على قول هذا يا أسامة؟ لا تحشر أنفك فيما لا يفيدك أيها الهيثم. ولكني لن أبقى مقيدا طوال عمري يا أسامة. هل تلمح إلى أنك ستضربني عندما يفك أبوك قيدك؟ أتمنى أن تحاول لترى ما يصيبك مني. منك أنت أم من أبيك وجدك؟ لم تعثروا عليه، فلا هو في أرض ولا هو في سماء. أوهمنا أنه رحل ليبادرنا برمية تؤكد أنه باق بقاء الهواء. كيف حال ذراعك يا أبي؟ كما هي أيها الكاسر، النصل لم يلامس العظم. من يسدد إلى الذراع قادر على التسديد إلى الرأس والقلب. هو لا يريد قتلي، لكنني أريد قتله وسأتفنن في ذلك. أتعرفون ماذا رأيت في هذا الكوب قبل قليل؟ رأيت فيه رأس خالد والدم ينزف من شرايينه. حدقت في الكوب جيدا فاختفى الرأس، لكن الدماء ظلت تملأ الكوب. رفعت الكوب وأفرغت ما فيه دفعة واحدة، ف
فلتشربوا معي نخب موت خالد. تعرفني لا أشرب. لا تشرب، لقد أخذت عني كل شيء أيها الكاسر إلا حبي للشراب، لكنك ستشرب من دم خالد وسيعجبك مذاقه. اشرب. تأخرت يا خالد. كانت مهمة صعبة يا سلافة، لكنك لا تعلم حالة الخوف التي أعيشها كلما خرجت إليهم. أطمئني، أنا أعمل كي أعود إليكم حيا. أخشى من يوم لا تستطيع فيه العودة. سلافة، وكيف مرت الأمور يا خالد؟ أصبت شقيفا في ذراعه، كنت أريد إصابة ذراعه الأيسر لكن خشيت على الكاسر فجاءت في ذراعه الأيمن. لماذا لم تصبه في عنقه؟ فننتهي من الأمر. أريد زيتا يكفي لحرق الدنيا بأسرها. علينا أن نحضر خالدا. كيف؟ ستبقى أنت لحراسة القبيلة، وبعد خروجنا تذهب إلى الغابة من طريق أخرى وتعمل على تحذيره. لكنني لا أعرف الكهف الذي يختبئ فيه. لا حاجة لك لمعرفة الكهف، فسيجدك خالد أو طرشان قبل أن تشعر بهما. أخشى أن يصطادني قبل أن يعرف ما لدي. ما رأيكما أن أقوم أنا بتلك المهمة؟ كلا يا زمرودة، ستبقين أنت هنا في القبيلة، لقد كبرت على مهمة كهذه، أسمعتي؟ حسنا، سأتولى المهمة بنفسي. عليك بجوادك أيها الكاسر. سأبقى لحراسة القبيلة يا أبي. سيبقى شارك وأتارك لحراستها، أما أنت ستذهب معي لترى بعينيك موت خالد. هي فرصة يجب أن لا تفوتها أيها الكاسر. ولكن يا أبي. عليك بجوادك أيها الكاسر. إلي بجوادي أترك. حذرتك من مغادرة القبيلة يا زمردة، هل ستعصين أمري؟ لن أعصي أمرك يا أكاي، لكن عليكما أن تجدا طريقة لإنقاذ سلافة من الموت حرقا. خلف تلك التلة تقبع الغابة، لنتوغل أكثر حتى لا يرانا. إن كان مرابطا يراقب فلن يتسنى له سوى مراقبة جهة واحدة، لهذا يجب أن نلتف حول الغابة من كل جهاتها، وسنشعل النار فيها من كل جوانبها، فإما أن يحترق داخلها وإما أن يخرج منها فتكون سهامنا بانتظاره. سنترك الجيادة هنا ونتسلل راجلين. أكاي، خذ بعض المقاتلين إلى الجهة الشمالية. هيا هيا.
وأنت خذ بعض المقاتلين إلى الجهة الجنوبية. هيا. وأنا سألتف من الجهة الشرقية. أنت ستبقى معي أيها الكاسر. أنت خذ بعض المقاتلين إلى الجهة الشرقية. تحركوا. أنتم ستحرسون الجياد. أي جواد يفقد ستفقدون رؤوسكم بدلا عنه. أريد للغابة كلها أن تشتعل. أريدها أن تشتعل من الجهات الثلاث. سنبقى رابضين في أمكنتنا ثم نقتحمها معا. أوصيكم بالحذر الشديد، فخالد سيصبح أشد خطرا إن اندلعت النار حوله. ماذا سنفعل يا خالد؟ يحاصروننا من كل اتجاه. الكاسر معهم. رأيته. أتظن أخبر شقيفا عن مخبئنا؟ لا، ربما زمرد ما فعلت. تحسبا للأمر سننقل سلافة وابنتي إلى كهف آخر. هيا بنا. سنتوزع على طول هذا الخط، وعندما أعطيكم الإشارة تسكبون الزيت وتشعلون النار. نتراجع ونبقى مستعدين، وإن خرج إلينا أمطرناه بوابل سهامنا. تلك هي الخطة. هيا تعالوا معي، سنذهب إلى مخبأ آخر. ماذا هناك؟ خالد،
سنبقى حتى تخمد النار فندخل. هذا يعني أننا سنبقى حتى الصباح. هل مللت الانتظار أيها الكاسر؟ إنهم بانتظاركم في كل الجهات. علي أن أمضي بسرعة قبل أن يكتشفوا غيابي. نحن ندور في مكاننا يا خالد. هل سنحترق يا أمة؟ لا يا عائشة لا. أعرف كهفا قريبا من هنا. لا يا خالد، يجب أن نغامر بالخروج من إحدى الجهات. كي تتلقفنا سهامهم يا تورشان؟ فأين المفر إذن؟ تعالوا معي. يا ابن الرومية. لماذا يا سيد القوم؟ نريد أن نستمع إلى نهاية القصة. أجل يا سيد القوم، نريد أن نعرف إن كانت الزوجة قد ماتت. ليتها ماتت. لم تمت يا ابن الوهاج، لم تمت. فرحمة السماء أرسلت زوجها في الفترة التي أرادت الفتاة الخروج من البيت، فأنقذ زوجته وأطبق على الفتاة ثم أطلق سراحها. كان عليه أن يقتلها. أجل، كان يجب أن يقتلها، لكنه كان رحيماً معها، والرحمة من الصفات الحميدة أيها القوم. هذه الحكاية يا ابن الرومية ألا تشبه حكاية الجارية التي حدثتنا بها منذ سنين طويلة؟ حتى إن العبرة في الحكايتين واحدة. وماذا يمنع أيها الباشا؟ فكل الحكاية متشابهة، والعبر أيضاً متشابهة. في حقيقة الأمر لم تسرني حكايتك يا ابن الرومية. أعرف يا سيد القوم، أعرف، ولكن كان يجب أن تسرك. لا يسرني نبش الماضي على الملأ يا ابن الرومية. أنت تملك قلبا أسود يا ابن الرومية، ربما لأنني لا أملك ساقين أسير بهما مثلك. أين خالد؟ هل تبخر؟ ربما احترق. هو صاحبه؟ أين جثتاهما؟ إن احترقتا تحولتا إلى رماد، تماما كالأشجار المحترقة. النار لا تأكل العظام يا
ربما لم يكونا في الغابة عندما بدأت تحترق، وربما كان مختبئان في أحد الكهوف. قد بحثنا في كل كهف مررنا به، ونحن أيضا، ولكنني ما زلت أشتم رائحة خالد في المكان. أين أنت أيها الوغم الجبان؟ سأقتلك يا خالد، سأقتلك. ألم يملك خبثك يا رجل؟ لقد أصبحت عجوزا وأصبحت أيامك في الحياة معدودة، أفلا تكف عن أعمالك الصبيانية؟ أترى في الحكاية التي رويتها لكم عملا صبيانيا؟ الحكاية كانت عملا رديئا يا ابن الرومية، عملا يذكرني بأبي طراقة ودسائسه. لماذا ألم أصب كبد الحقيقة في حكايتي؟ بثينة لم تعترف بأنها الفاعلة لتصيب كبد الحقيقة، بل اعترفت. ماذا تقول؟ لست أنا من يقول، الباشق ولدك. ولدي قال لك إن بثينة اعترفت بأنها من حاولت حرقك؟ ليس تماما تماما، لكن عندما يطلب الباشق مني أن أنسى ما حدث فهذا يعني أنه اقتنع بشكوكي، ولا يقتنع الباشق بشكوكي لو لم يذر حديث بينه وبين بثينة، وأنت تعلم أنه لا يخفي عنها أمرا كبيرا كان أم صغيرا. أنت أحمق يا ابن الرومية، أتظن أن بثينة تعترف بأمر كهذا؟ لما لا، وقد مر على الحادثة سنوات طويلة. ولأنها مرت على الحادثة سنوات طويلة فلا شيء يجبرها على الاعتراف. لماذا تفتح الجرح بعد اندماله يا ابن الرومية؟ لماذا تستعدي الباشق بعد أن صرتما خير صديقين؟ لم أستعده، وإن كان قد أظهر الغضب مني فلخشيته أن يربط من كانوا في المجلس بين حكاية الفتاة وحكاية حرقي في خيمتي. أتظنهم أغبياء كي لا يربطوا بينهما؟ كيف لا، ولا أحد منهم يعلم بشكي بثينة. العالمون بشكي هم أنت والباشق وبثينة، إلا إن كان أحدكم قد سرب شكي إليهم، ولا أظن أن لأحدكم مصلحة في ذلك. لا أستطيع أن أكرهك يا ابن الرومية مهما فعلت، لا أستطيع أن أكرهك. وأنا لا أستطيع إلا أن أحبك يا ابن الوهاش. إذن فعلينا اللعنة.
إن عرف شقيف أني معك لن يكف عن طلب رأسي قبل رأسك. فدعنا نتركه يا خالد، دعنا نتركه ونرحل. أظن أنه لا بد من الرحيل. سنذهب إلى قبيلة ابن المؤيد، ستقيمين أنت وعائشة ورقية هناك. وأنت؟ ما زال لدي كثير لأفعله. أنت تهذي يا خالد، فلن أتركك. من أجل طفلتين ستفعلين. كتبت لكن النجاة هذه المرة وقد لا تكتب مرة أخرى. إنها حياتك وحياة ابنتينا، لا أستطيع التفريط بها. قل شيئا يا تورشام. تعرفين زوجك خيرا مني. الأمر بينهما الآن أصبح أكثر حدة. كان عليك أن تغرس سهمك في صدر شقيف، لا في ظهر مقاتله. أظن أنني سأفعل يا سلافة، فقد نالني التعب. ابن الوهاج ويصيح إلي يا قوم خوفا من أفعى. ألا تخيفك الأفعى يا ابن الرومية؟ تخيفني، ولكنها لا تجعلني أرتعد خوفا. اختر ألفاظك يا ابن الرومية. ترى لو كنت مكانك هل كنت سأستطيع الهروب منها؟ كانت ستخلصنا من خبثك أيها الخبيث. لست بالذي يجعل أفعى حقيرة تستل أنفاسي، كنت سأطعنها بيدي هذه. يبدو أنهم أمسكوا بها. إنها مجرد أفعى صغيرة. السم القاتل في الأفاعي الصغيرة قبل الكبيرة أيها الباشق. أنا لم أخاطبك يا ابن الرومية، فاحذر التحرش بي. أما زلت غاضبا مني أيها الباشق؟ إنه ابن الرومية أيها الباشق، ولا غنى لنا عن غمزه ولمزه. ولكن ليس أمام القوم يا أبي. القوم سمعوا حكاية ولم يعرفوا ماذا كنت أقصد من روايتها. أنت وأبوك كنتما تكشفني الأمر. ألم نتفق على أن ننسى ما حدث؟ بلى. وإذا أكذب عليك إن قلت لك إنني أستطيع أن أنسى من تسبب بعجزي. تعال يا أبي لأريك المنجنيق، فقد أصبح جاهزا. قل لي يا ابن الرومية، هل حقيقة أن هناك عشبا إن اشتم المرء رائحته استسلم للنوم؟ أجل أيها الباشق، طبيبنا أخبرني بأن هناك عشب من هذا النوع، ويبدو أن بثينة استخدمته، لهذا لم أشعر بالنار وهي تلتهم ساقي.
بعد أن قيده أبوه لم يعد يطيق النظر إليه. هذا أقل ما يفعله، حتى إنه إن رآني في دربه سدار وعاد أدراجه. قد قسوت عليه يا هديل، هذا أفضل يا أنقاء. فإن كانت هديل لا تراه الزوج المناسب فيجب أن تقصيه عن حياتها وتجعله يفقد الأمل. أجل يا هديل، فالزواج رحلة عمر طويلة، لكني أخشى عنفوان وتعنت هديل. هديل ما زالت صغيرة، أخبريها يا هديل بما تشعرين به. أشعر أن فارسا قويا نبيلا ووسيما سيطرق بابي ولن يفتح له إلا قلبي. تشعرين بذلك أم تحلمين به؟ أشعر به يا أنقاء، إنه يداعبني كما نسيم الصباح ولن يطول انتظاري له. الآن بات يدرك أن سلافة عند خالد، ولا أظنه يتركهما. أظن أن شقيفا يعجز عن الوصول إليهما. أنت مخطئ يا كاي، فأبي لن يهدأ إلا إذا قتل سلافة قبل خالد. الأمر يمس كبرياءه ورجولته. أنا أحتاجك الليلة. هذه الليلة ليست ككل ليلة، إنها ليلة مختلفة أيها الكاسر، ليلة أضاعت كل الطرق أمامها ولم تبقي إلا طريقا واحدة تدفع أباك لسلوكها، وسأسلكها أيها الكاسر، لأنها الطريق الوحيدة التي تضمن لي سكينة النفس. إنها ليلة الحقائق يا كاسر، حقائق يشيب لهولها الطفل الرضيع. إحداها هي أن خالدا هو الوحيد الذي تغلب على أبيك وجعل من جبروته مادة للسخرية، حقيقة بات يدركها كل فرد من أفراد القبيلة. لم تكن يوما مادة للسخرية يا أبي، وخالد لم يتفوق عليك لأنه لا يقاتل وجها لوجه. خالد وجه لي طعنتين نافذتين أيها الكاسر، الأولى أصابت رجولتي فقضت عليها، والثانية ضربت كبريائي فأحالته إلى هجيم. عن أي شيء تتحدث يا أبي؟ أتعني أنها عندما فرت إلى خالد؟ ها قد عرفت وحدك أيها الكاسر، ولكننا نعرف أنها هربت مع شيمة. ربما فرت مع شيمة إلى خالد، فقتل خالد شيمة واحتفظ بسلافة. من لعينة،
العينة. أي ندم يأكل قلبي، أي ندم. أبي، هل تدري أيها الكاسر، هناك أخطاء يظل المرء يدفع ثمنها حتى يموت. وأية أخطاء ارتكبت أنت يا أبي؟ خطأ واحد هو أنني لم أقتل خالدا بيدي لأتأكد من موته. خالد، لقد أشعل النار في أحشاء أبيك أيها الكاسر، وقد أمست النار هنا في أعلى الرأس، في رأسي صنع خالد بركانا، وأخشى إن تفجر هذا البركان أن يتفجر الكون معه. أبي، سأسير في الدرب التي اختارها لي خالد، سأسير وأنا أحمل النار التي ابتلاني بها، وسأحرقه بها، سأحرقهما معا. أية كارثة حلت بك يا شقي، أية كارثة. أنت للكوارث يا أبي، لطالما كنت لها. كنت أصنع الكوارث أيها الكاسر، كنت أجعلها تنهال على الرؤوس. أفيقلب خالد للموازين؟ لن يقلبها يا أبي، فأنت لا تزال شقيفا ابن شامان، وأنا الكاسر ابن شقيف. أجل، أجل أيها الكاسر، ما زلنا الماردين اللذين لن يقهرا. أجل يا أبي، سنضعهما في إناء ونطبخهما كما تطبخ الشاة. أجل يا أبي، سنطبخهما على نار هادئة. النار الهادئة تطيل العذاب أكثر. أجل يا أبي، تطيله أكثر. ناولني الشراب أيها الكاسر. هذه هي القبيلة، سيحفرون حفرا حول القبيلة وعلى مسافة منها، كل حفرة تتسع لمقاتل منهم. سيعملون على تغطية الحفر بالأغصان وأوراق الأشجار، ستزودونهم بالطعام والشراب حتى لا يضطروا للخروج منها، ولن يبرحوا الحفر حتى خروج خالد. ولكنهم سيحتاجون للنوم، وإن ناموا فلا فائدة ترجى منهم. وهل تظن أن أمرا كهذا يفوتني يا شارك؟ سنستبدلهم بمقاتلين آخرين، البعض يحرس ليلا والبعض يحرس نهارا. نا خطة كفيلة للإيقاع بخالد يا شقيف. أقسم إن ظهر ولم تقتلوه لأطيحن برؤوسكم جميعا. لا، لا تقتلوه، لا بأس أن تثخنوه بالجراح، فلدي بعض الأسئلة أود طرحها عليه. سنأتيك به وهو قادر على النطق. لم تدلي بدلوك أيها الكاسر، ما رأيك بخطتي؟ تنفع إن حاول خالد مهاجمتنا. هل تظنه لا يفعل؟ لقد حرقنا الغابة التي يتخذها ستارا له، فأين يأوي ومن معه؟ خالد أيها الكاسر لن يرحل ولن يترك الأمر، أرى ذلك كما أراك الآن أمام عيني. إن له دينا في عنقي سيعمل على استرداده، كما أنه هو الآخر أصبح مدينا لي. لهذا لن أبرح القبيلة حتى أسدد ديني أو أسدد دينه.
قبيلة الأسدي عليها حراسة مشددة، وقد أحاطوا قبيلتهم بسياج شائك يقف خلفه حراس كثر، ولا نظن أن مداهمتهم ليلا بالأمر اليسير يا شقيف. وماذا أيضا؟ لكننا أثناء عودتنا صادفنا قافلة كبيرة تتجه للجنوب، طلبنا الماء منهم وتحدثنا إلى أحد خدمهم، وعرفنا أنهم يتجهون إلى ما وراء النهر الكبير. فليبدو عليهم الثراء. إنهم أثرياء يا شقيف، فثيابهم وعنجهيتهم دلت على ذلك، ونظن أن قافلتهم محملة بالنفائس. وكيف عرفتما؟ هل أخبركما الخادم أيضا؟ عرفنا من 3 نوق كانت تئن تحت ثقل ما تحمله من بضائع، إضافة إلى 4 فرسان يحرسون القبيلة من الأمام ومن الخلف، و3 فرسان يحرسون النوق 3. ماذا تقترح علينا يا شان؟ أقترح أن تشكل فرقة من المقاتلين لكي نلحق بهم. لن يصلوا وراء النهر الكبير قبل 4 أيام، فهم ثقيلو الحركة لأن معهم نساء وأطفالا. خذ معك من تريد من المقاتلين الأشداء أيها الكاسر، وانطلق في إثرهم. ألن تأتي معي؟ سأبقى في القبيلة أيها الكاسر، سأنتظر خالد، إنه ديني. هل ترافقني يا كاي؟ إن كنت تحب رفقتي. خذوا معكم شان، سيكون هو الدليل. هيا. أرى أن نكون 10 مقاتلين أو أكثر. أنت لا ترى يا شان، أنا أرى وأقدر. أنت قلت إن حراسهم 7، فلن نكون سوى 5، أنا وأنت وأكاي واثنان آخران. متى تقترح أن نسير؟ الآن أيها الكاسر، أمامنا مسيرة يوم كامل لكي نلحق بهم. جهزوا أنفسكم للرحيل، وسيكون لكم نصف الغنائم التي ستسلبونها. سلامتك أيها الكاسر، سلامتك قبل كل شيء، فإياك والتهور وإياك والشفقة. لكي تسلبوا عليكم أن تقتلوا دون أن تميزوا بين رجل وامرأة، بين فارس وعجوز هرم. وهل كنت قد نسيت هذا كي تذكرني به يا أبي؟ الأحرى بك أن تقوله لمن سيذهبون معي. هذا الكلام لا أقوله لمقاتلي، لأنهم يعملون به بالفطرة فقد نشأوا عليه. وأنا ألم أنشأ عليه؟ أنت في الفترة الأخيرة بت أقل قسوة وأكثر شرودا، لم تعد ذلك الفارس الذي تتقد عيناه باستمرار، لم تعد ذلك الفارس الذي يقاتل ليقتل. فقدت شراستك أيها الكاسر، فقدت شراستك التي نشأت عليها. لاحظت ذلك كله في مهمتنا الأخيرة، وتساءلت في نفسي، ما الذي غيرك أيها الكاسر؟ ما الذي غيرك؟ لقد خيل إليك يا أبي، أنا الكاسر ولدك، لم أتغير أبدا، ولن أسير إلا على الطريق التي رسمها لي شقيف بن شامان. أرجو ذلك أيها الكاسر، أرجو ذلك. هيا أيها الفتاة، أرنا كيف يعمل المنجنيق. أنا من سيريك كيف يعمل يا أبي، فسأكون مسؤولا عنه. ليكن أيها الباشق، أرنا ما يستطيع فعله منجنيقك. هيا. دوارة 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 دو
كأنك لست على ما يرام أيها الكاسر. أجل، أنا لست على ما يرام. ما زلت أخشى على خالد من الوقوع في قبضة أبيك. وقوع خالد في قبضة أبيك يعني وقوع سلافة وابنتيها. رغم إصرار أبي على النيل منه، إلا أنني أثق بحنكة خالد. إن الذي يورقني شيء آخر يا أكاي، لم تعد بي رغبة في قتل الناس، خاصة الأبرياء منهم أو الضعفاء. القافلة التي نحن ذاهبون لنهبها فيها أطفال ونساء كثيرون، لابد أن يقع بعضهم ضحية لهجومنا. هذا هو أسلوبنا الذي نعتمد أيها الكاسر. أسلوب لم يعد يروقني. أنت كزمردة، لقد أوصتني قبل الرحيل ألا أقتل النساء والأطفال. خالد وسلافة تمكنا منكما أيها الأحمقان الصغيران. لا أريد أن أسطو على تلك القافلة يا كاي. ماذا تقول؟ لن أسطو ولن أقتل. أو تعصي أوامر أبيك؟ أنا لا أعصي أوامره. أنا أدافع عن مشاعر تتقد في جوانبي. لدينا في القبيلة من الثروات ما يكفي لحياتنا مئات السنين، فلماذا نقتل لنزيدها؟ لماذا؟ أي عدالة نسعى إليها يا أكاي؟ أي عدالة؟ نحن لم نسعى إلى العدالة يوما أيها الكاسر. إنه القانون، القانون الذي تسير عليه القبيلة منذ أن وجدت. أفهمت؟ قانون قذر يجب تعظيمه. ما تقوله خطير جدا. لن أسطو ولن أقتل. وماذا ستقول لشان المقاتلين؟ أنت تعرف كم هم مهتمون بتنفيذ أوامر أبيك. أنا لا أؤمن بما تسعى إليه. إياك أيها الكاسر، إياك أن تبقيه في رأسك. سمعت؟ ترى بماذا يتهمسان؟ أخشى أنهما يدبران أمرا خفية عنا. أجل، فلم أرتاح للكاسر منذ خروجي. أتظنهما سيحتفظان بالغنائم لنفسيهما؟ ربما سيفعلان ما هو أخطر. الحقيقة أن الفضل الأول لهذا الفتى الذي نقل إلينا بصدق ما شاهده، ولولا دقة ملاحظته ومعرفته بأجزاء المنجنيق وطريقة صنعه وعمله لما تمكنا من إنجاز ما أنجزناه. سأجزل لك العطاء أيها الفتى، رغم أن ما قمت به فوق كل مكافأة. لقد قدمت لنا خدمة قد تساعدنا على اتخاذ المبادرة يوما، وستبقى معنا كي نصنع المزيد منه. لا نستطيع البقاء أكثر يا سيد القوم، فأمامنا رحلة طويلة. إن كنتم مصرين على الرحيل فلتصحبكم السلامة. لقد تعلمت كيف تصنع وسأصنعها بنفسي. كم من جنيقا يلزمنا للدفاع عن القبيلة؟ 4 من جنيقات تكفيكم، كل من جنيق يدافع ويهاجم من جهة. هو ذاك أيها الفتى، هو ذاك. تستطيعون الرحيل.